السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة السادسة، الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لدول طبعا غرب آسيا. زي ما وضحنا قبل كده في أكتر من فيديو إن في فرق بتلعب في أول خمس مجموعات، هم 10 مجموعات طبعا، أول خمس مجموعات تبع دول غرب آسيا اللي هي طبعا السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن وإيران وطاجستان والهند وكل الفرق دي. وفي فرق بتلعب طبعا، وطبعا معاهم العراق يعني وسوريا والأردن، وفي فرق بتلعب تبع دول شرق آسيا اللي هي اليابان وكوريا الجنوبية والصين وأكتر من دولة تانية. متابعين الكرام، أول خمس مجموعات تبع غرب آسيا، خمس مجموعات التانية تبع شرق آسيا، الخمس مجموعات الأولى اللي هم تبع غرب آسيا يلعبوا مع بعض، وفي الآخر بيوصل للبطل منهم اللي هم هيلعبوا دور المجموعات. خمس مجموعات يطلع منهم 8 فرق يلعبوا دور التمانية، ال8 فرق اللي هم هيلعبوا ربع النهائي دول يوصل منهم نصف النهائي ثم النهائي، والبطل منهم بقى نفس اللي حصل ده هيحصل مع شرق آسيا، هيبقى عندهم بطل هما كمان، البطل هنا مع البطل هنا يدينا بطل دوري أبطال آسيا في الآخر. يعني بيطلع 8 فرق من أول خمس مجموعات وتمن فرق من آخر خمس مجموعات. بيطلعوا إزاي؟ أو المركز الأول في كل مجموعة زائد أفضل 3 مراكز في أول مجموعة الأولى لحد المجموعة الخامسة، أفضل 3 مراكز اللي هو أفضل 3 مراكز من المركز الثاني يعني. متابعينا الكرام، الجولة الأخيرة اليوم بإذن الله تعالى الثلاثاء 26/4/2022، عندنا الدحيل اللي هيلعب أمام صباهان أصفهان الإيراني، دحيل قطري اللي هو وصل رسميا طبعا لربع النهائي زي ما اتفقنا خلاص، يعني دور الثمانية تمام. هيلعب أمام صباهان أصفهان، وفي نفس الوقت بختكور الأوزبكستاني هيلعب أمام التعاون السعودي، المباراتين في نفس التوقيت الساعة 7:15 أو 7:15 مساء، آسف هي مباراة الدحيل بس هي في التوقيت ده، آسف الساعة 7:15 مساء بتوقيت قطر و8:15 مساء، 7:15 مساء بتوقيت مصر، آسف الدحيل أمام صباهان أصفهان الساعة 7:15 مساء بتوقيت مصر، 8:15 مساء أو 8:15 بتوقيت قطر وتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة للمباراة قناة الرابعة العراقية، والمعلق على هذه القناة هو مين؟ الرابعة العراقية، مش محطوط مين المعلق على الرابعة العراقية. عندنا قناة SSC7HD السعودية، والمعلق عليها هو خالد المضيفر. قناة أبو زبر الرياضية الأولى أيضا هتذيع المباراة، أبو زبر الرياضية الأولى عليها المعلق فهد عبد الرحمن. دبي الرياضية آسيا الأولى على المعلق علي سليمان، وقناة الكاس 5HD القطرية المعلق خالد الحدي، وبين سبورتس HD سبورت AFC المعلق أحمد البلوشي. بعد كده عندنا 1 2 3 4 5، 5 مباريات في نفس التوقيت. المباريات هي بختكور الأوزبكستاني أمام التعاون السعودي، أهال من تركمانستان أمام الغرفة القطري، فولاد من خوزستان أعتقد من إيران أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، مومباي سيتي الهندي أمام القوى الجوية العراقي، الجزيرة الإماراتي أمام الشباب السعودي. ال5 مباريات دول في نفس التوقيت الساعة 10:15 أو 10:15 مساء بتوقيت مصر، الساعة 11:15 أو 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتوقيت قطر وتوقيت العراق 11:15 مساء بتوقيت العراق وقطر والسعودية، والساعة 12:15 بعد منتصف الليل أو 12:15 بتوقيت الإمارات. أول مباراة، مباراة بختكور أمام التعاون على قناة الرابعة العراقية، والمعلق غير معروف بالنسبة لي، قناة SSC7HD السعودية عليها المعلق حماد العنزي، قناة أبو ظبي الرياضية آسيا المعلق عليها عصام عبده، وقناة دبي الرياضية آسيا والمعلق أحمد المعمري، لا قناة دبي آسيا مش معروف، قناة الكاس 8HD القطرية المعلق أحمد المعمري، وبين سبورتس AFC المعلق عليها AFC 3 التالتة المعلق باسم الزير. أهل أمام الغرافة في نفس التوقيت على قناة الرابعة العراقية، وعلى قناة SSC3HD التالتة من قنوات SSC والمعلق سعد يحيى، وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا ومعلق عليها حازم عبد السلام، قناة الكاس 6HD القطرية والمعلق منتصر الأزهري، وقناة بي إن سبورتس AFC والمعلق هيكون يوسف سيف. فولاد خوزستان أمام شباب الأهلي دبي في نفس التوقيت على قناة الرابعة العراقية، والمعلق مش معروف بالنسبه للرابعه العراقيه. قناه SSC5HD السعوديه المعلق عليها سمير المعرفي، قناه ابو ظبي اسيا الرياضيه الثانيه المعلق عليها محمد الشمسي، قناه دبي الرياضيه اسيا الاولى او دبي اسيا الثانيه المعلق على عبد الله السعدي، وقناه الكاس 5HD القطريه المعلق عليها احمد الطيب، وقناه بين سبورتس AFC الثانيه المعلق حسن العيدروس. مومباي سيتي امام القوى الجويه العراقي، قناه الرابعه العراقيه هتذيع المباراه، وقناة SSC4HD السعودية والمعلق على محمد الخمسي، قناة أبو ظبي الرياضية آسيا والمعلق على هذه القناة هو محمد حسين، وقناة دبي الرياضية آسيا والمعلق سلطان اليعقوبي،
وقناة الكاس 7 اتش دي القطرية، المعلق مصطفى العلوان، وقناة بي ان سبورتس اف سي الرابعة، والمعلق عامر الخزيري. الجزيرة الإماراتي أمام الشباب السعودي على في نفس التوقيت على قناة الرابعة العراقية أيضا، قناة اس اس سي 6 اتش دي من قناة اس اس سي سبورت الرياضية السعودية، المعلق مشار الكرني، قناة أبو ظبي آسيا الأولى، والمعلق فارس عواد، قناة دبي الرياضية آسيا الأولى، والمعلق أحمد الشحية، وبين سبورتس اف سي 1 الأولى، والمعلق عصام الشوالي. متابعينا الكرام، يوم بإذن الله تعالى اليوم اللي بعده يوم الأربعاء 27/4/2022 عندنا مباريات تبع شرق آسيا هقولك عليها سريعا. مباراة أوراوا أمام ليون سيتي الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر على قناة الرابعة العراقية، وعلى المعلق يوسف جميل. كذلك قنوات بقى اس اس سي التالتة اتش دي السعودية، وبين سبورتس اف سي. ملبورن سيتي أمام بانكوك جلاكس في نفس التوقيت الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر، الساعة 2 بتوقيت مكة المكرمة، قناة ناقلة غير معروفة. دييجو أمام تشاندرينغ، وجينجفراند فيرجراند أمام جوهور دارول تجزيم الماليزي، وجونام دراجونز أمام يونايتد سيتي. الثلاث مباريات دول في نفس التوقيت الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة. دييجو أمام تشاندرينغ على الرابعة العراقية، والمعلق يوسف جميل متعرفش ازاي برضه، وقناة اس اس سي التالتة، وبي ان سبورتس اف سي. المباراة اللي بعدها اللي هي جوهور دارول تجزيم مش معروف غير من المعلق، ومباراة جونام مش معروف المعلق بالنسبة لي برضه. نيجي بعد كده الوحدات الأردني بقى، هيلعب أمام نصاف كرشي الساعة 7:15 بتوقيت مصر، الساعة 8:15 دي أو 8:15 بتوقيت مكة المكرمة. المفروض القنوات الناقلة هي نفس القنوات الناقلة دي، قناة الرابعة العراقية، وقناة اس اس سي 5 اتش دي، وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا التانية، ودبي آسيا التانية، وقناة الكاس 5 اتش دي القطرية، وبين سبورتس اف سي التانية، المعلقين غير معروفين. استقلال دشام بيلعب أمام الشارقة، والهلال أمام الريان، والسد القطري أمام الفيصلي. الثلاث مباريات دول في نفس التوقيت الساعة 10:15 دقيقة أو 10:15 مساء توقيت مصر، الساعة 11:15 مساء أو 11:15 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة اللي هو توقيت السعودية 11:15 مساء، وتوقيت قطر أيضا 11:15 مساء، والساعة 12:15 أو 12:15 دقيقة مساء بتوقيت الإمارات. استقلال دوشامب والشارقة على قناة بين سبورتس اف سي 1 اف سي الأولى، والمعلق أحمد البلوشي. الهلال أمام الريان على قناة بين سبورتس اف سي العادية، والمعلق حسن العدروس، وعلى قنوات اس اس سي 7 اتش دي المعلق فهد العتيبي المتألق. السد القطري أمام الفيصلي على قناة بين سبورتس اف سي 2 التانية، والمعلق حفيظ الدراجي، وعلى قناة اس اس سي 4 والمعلق راشد الدوسري. أكيد الشركة هتذاع على قنوات أبو ظبي آسيا ودبي آسيا أكيد يا جماعة، وقناة الرابعة العراقية. نفس الموضوع للهلال، نفس الموضوع للسد القطري. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، بعتذر لو أطلت عليكم، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى. كده انتهت دور المجموعات طبعا لغرب آسيا. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.